بعد معارك شرسة خاضها أبطال الجيش الوطني منذ ساعات الصباح الأولى، استطاع أبطال الجيش الوطني من التوغل في عمق الميليشيا واستعادة مزرعة الورش وبعض القرى المجاورة لها شمال مديرية المتون غرب محافظة الجوف. تم اليوم الهجوم الساعة 5 صباحا على مزرعة الورش، وتمت السيطرة على هذه المزارع التي تراها. الهجوم المباغت الذي شنه منتصبو المنطقة السادسة صاحبه ضربات موفقة لطيران التحالف العربي، تكبدت خلالها الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الميليشيا تقهقر في صفوفها وفرار من مواقع تمركزاتها، فيما تتواصل الاشتباكات في جبهات عدة من محافظة الجوف. طارق السعيد، قناة عدن، الجوف.